سامر هون؟ مين قله؟ رفقاته عماد وشلة. لحظة كلا، هاي مو أخته لسامر الصغيرة؟ أكيد، لأنه ما عندنا غيرها. أقول شو كبرانة وعلي أنا؟ لك هاي هاي بدم عيب. شو حكينا؟ مفاجأة ما؟ يا ميت أهلين وسهلين بالشباب. أهلين أهلين أبو سمرة. لك أحلى أبو سمرة، إن شاء الله ألف مبروك البيت. الله يبارك فيك. شلون صار حتى شفناكم؟ قلنا بنروح على الصالة بنمرق وبناخذك. والله أنا كمان جا على بالي كثير روح على الصالة، ضايق خلقي. أهلا وسهلا. أهلين مدام. أهلين مرحبين. عفوا. أهلين. مين؟ هذول رفقاتي أدهم وزهدي وعماد. تفضلوا ارتاحوا ارتاحوا. وهي اختي لينا احلى اخت بالدنيا كلها. الله يخليكم، الله يخليكم لبعض، الله يخليكم لبعض. اهلين خالد. عن اذنكم البيت بيتكم سامر. تفضلوا. امياتنا شتكاي هي تستحي. لك شو حكينا؟ شو حالي على الدرج؟ هلا هدول رفقاتك اللي بتروح بتغط عندهم؟ ايه نعم. ايه بس وجوههم ما بتريح ابدا. ليش شو شفتي منه؟ يعني بدي استنى لحتى اشوف منهم؟ ما ارتحت لهم ما بكفي. امي هدول رفقاتي. ايه وما حبيتهم؟ امي بتلاقيها حلوه انا اروح زورهم ببيتهم هن ما يزوروني. تزورهم ببيتهم تصطفل منك إلهم، بس عنا هون بالبيت لا. أمي البيت بيتي. آسف عن جد آسف. بيت بيتك؟ أمي الله يخليك. ها آسف يلا مينا فنجانين شاي إليك الحلوين. آسف.